البسمة الساحرة، عربون المودة، وبطاقة التعاون. فأرسلها في وجه أخيك من أول وهلة ولا تتردد، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وحاول أن تكون صادقا في التبسم، وواضحا وطيبا، فإنك تشتري بها ملايين القلوب. ولن ينسى الناس تلك البسمة المشرقة على محياك، لأن فيها الأمل وفيها الثقة والعاطفة والحب والتفاؤل. هذه هي اسطنبول.